السلام عليكم خوتي خواتاتي كبيرين، لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، امور هانيه. مرحبا بكم مع الخواتات. سيدي عبد الرزاق السلام. السلام عليكم. شي مزيان؟ الحمد لله. ايوا دابا خوتي، انا عبد الرزاق خافي خرج هو الاول مشى شاف شي حوايج ورجع عند الدار، لقاني البراد جاني برد، هو قال لي يلاه خرجي معايا باش نشريو شي حوايج. دار قلت ليه ضروري، قال لي ضروري، المراه هي اللي كتختار الحوايج ديال الدار. يا والله خلي لكم نتوما رجالكم ويعيشوا ويجيبوا لكم، يعيشوا ويشريوا لكم، والحمد لله. دابا راني غاديه، واش هذا بعيد هاد البلاصه؟ هاي قدامك انفاس عند هاد المغربيه. غير قريب. المغربيه هادي درويش، وقعد ناس راوش قاعد لي كيخدم شي حاجه وكيدير شي حاجه ديال الشيء، الله يعاونو. لا لا شي هاز قران بالفوق، ولا ما شريتش عليه بقى يخمدم. القضيه تاعت المغرب. باش تقلب 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 يطلع لي الدمس، لا ما شريتيش. لا حنا دخلنا على هاد المغربيه هنايا، ولا ناخذ واحد الصينيه تكون زوينه ديال الحطه زوينه. انتم كما تشوفوا هذه الصينيه غير صغيره دايره 26 اورو، وكاين الكبار ثاني يعني هنا راه يعني كيكونوا شويه غاليين ولكن زوين الحمد لله انك لقاوهم. كيفاش هما هادو؟ هادو لا 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 انا لا غادي ندي هادو، خصك ندي هذوك الصينيه الاخرين مذهبين. مذهبين انا عجبوني هادو، زوين هادو، زوينين خير. الله يهلا مخير، هذا هو اللي ولا لا مود دابا، شتي كلاس، ثمن مناسب، حاجه مزيانه. ناخذ براد ما تنوريك دابا ال تا هادا زوينين يا، ولكن هادو ستاركة واش ستة؟ هادو ولكن أنا عندي هادو حسن كلاش بيتر ستاركة عند الموتيف. أجي نوريك الآخرين براد، عندك هذا النوع، هذا النوع الكبير. أيه. عندك هذا النوع انا اللي عجبني، اللي عجبني لا تشوف اوازيس هذا نشوف هذا شتي ولا بغيتو التراديسيونيل المغربي؟ التراديسيونيل المغربي هو هو هذا 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 المغربي هذا هذا. عرفت شوف نوري الناس هذا دوز دوز، التراديسيونيل المغربي هو هذا. شو كيداير انت شتو فوالا اش ظهر لك انتيا؟ هادو عجبوني، هادو 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 بلي ديت داير 16 اورو 3000 و 3200 سير عزوت عزوت. هذا زوين، هذا سامبل ولك داير 16 اورو 16 اورو. وعندك هادو هذا هذا تاعه هذا هذا عقلتي على هذا 18 اورو. هذا كيشد سخونيه هذا اللي عنده الحديد لتحت. كله راه كلهم فيهم هذيك الا هذا هذا اللي ما عندوش هذاك هذاك التراديسيونال المغربي ديال الرباط. لا هذا ما فيهش، ولكن راه مزوينين، راه حنايا عارفينهم وشاربين فيهم. انت شاربين فيهم وشاربين فيهم وشاربين فيهم، كاين كلشي هنايا عندنا حدانا، كلشي كاين. عبد الرزاق دخل هنايا، هادشي حدانا حدا الدار ماشي بعيد علينا. شوف القصاري، ها القصارة عندي، هاد القصرية دايرة 20 اورو 4000 ريال، هادي دايرة 21 اورو. هادي ها هما ما عندهمش دوك القصارة القصرية اللي سامبل، هادي هادي مزوقة. كاين تاني هاد سميتهم هاد المقلات، ها انتوما ديال البغر ديال السمان ديال الحرشة ديال كلشي كلشي كاين. هاد الصينية تا هما زوينة عبدو، هادي هادي هادو هي هادو ديال اتاي 3 اورو شي حاجة. هادي هادي تخدم بها ديمن، خدها اكسترا يا 3 اورو. دوز دوزي دوزي، هادي اكسترا زوينة، هادي اكسترا عرفت، ولكن خد هادي اكسترا زوين. هادو هادو كيكونوا ديال
ديال الترك. انا ما كرهتش هذه وحده، ناخذها لامي كتعجبهم. امي كتعجبها بحال هاد الصوينيات. نزهه نزهه راه انا كنت شاريه واحد المقله بحال هذه وشدتها لي ام، بقات بغات تعطيها لي. دابا غنصيفطها عند هاد التركي نقول لها سيري شري مقله، عطيني مقله ديال الله يرحم لك الوالدي. انا مقله غادي نتصرفوا عليها. شنو بغيتي ثاني عبدو؟ صافي براد الصينيه والكيسان. براد الصينيه والكيسان والكيسان تاع القهوه. هذاك ما عندوش رجع اخر. اجي شوف هنا. اجي تشوفي هذا. ها انت اللي بغا يمخذ اللبن. ها المخاضه تاعت اللبن. امي مسكينه ما بقاتش البقره. تضرب وحدها. هذه الضو. وي اه. انا عارفه هذه كانت خالتي في فرنسا كانت شراتها الجدة. كانت شراتها لها كبيرة. ويلي. تما دير اللبن وتمخضو. فين هو داك ديالو؟ وكيكون فيه. والله هنا مخيرة. الوالدة مسكينة عندي انا ما بقاش قادة على البقرة، امك شريتها لها وصيفتها له. يلا يلا جميلة يلا عندي الشغل. انت ديما عندك شغل، تعب شوية. بغيت تلقاي هنا بوحدك؟ ما كرهتش انا نبقى ندور وسط الماء. ايوا زيدي وسط الماء على النعاسي حداهم. الله يعين. اش من براد خصنا ندير؟ هذا ها. اللي شفنا. هذا؟ هذا حسن. هذاك هذاك صغير. هذا يقد هذا الك... هذا يقد. راه قد لي عند هنيت. هذا يقد ولا من ديو الكبير؟ لا. لا هذا بلي صغير شويه. صافي البنات حنا مشينا تقدينا داكشي اللي كتب الله، خدينا صينيه زوينه وبراد وكيسان زوينين. ايوا بنات راه كلشي كاين تبارك الله هنايا في هاد البلاصه اللي كنسكن فيها انا. كلشي كاين، داكشي ديال المغرب كاين. يكون شويه غالي كما شفتوا، البراد داير 16 اورو، الصينيه دايره يعني غالي شي شويه، دايره 5000 ريال. في المغرب كيكون نص، ولكن هذا هو الثمن ديال الله. ما راه الناس كيجيبو منين هاد الحدانة؟ هاد الحدانة كتجي راه ضروري غادي تجي غالية. ها انتم ايوا اي حاجة كنخلط عندك للدار راه كتفرحي بها. هل شريتيها صغيرة ولا كبيرة كتفرحي بها. ايوا الله يصاوب والله قاد الامور يا ربي. الشميشة راه برقات شوية ولكن كاين البرد. واخا الشميشة باركة كاين البرد. يكون خير اخوتي. نزهة الصقعرة ما كاينش هاد الايامات نزهة. بغات تستشر معكم في شي حوايج اخوتي. هاد الايامات البيرو ديال الخدمه ديالها شكر عليها بزاف. يعني بغات تمشي دابا للطبيب على قبل شكل الكرير، قال لا مشى داروا معها داروا معها هذا داروا معها جلسه اجتماع، وقال لا ما خصكيش تمرضي بزاف وما خصكيش تمشي للسبيطار بزاف وما خصكيش تمرنكي بزاف، وانت خسرتي لينا الكليان ديالهم. ما عينهم على الكليان، ما عينهم فيش الخدامه، ما عندهمش ما عندهمش بنادم فاش المراض ولا شي حاجه، عينهم على الكليان ما يمشيش ليهم. ايوا هذا ما كان. انا دابا دخلنا بغيت نستعشر معكم بزاف تاع البنات، يعني كتلاقى بهم كتلاقى بهم كيقولوا لها لا حنا البيروات ديالنا ما دايرينش ليهم بحال هكا. دخلنا عند الوالده مسكينه بزاف كيقول يعني البنات كيتلاقاو معاك ويقول لها حنا ما دايرينش لينا البيرو ديالنا، ما دايرينش لنا هاد الحاجه. هذا الرق لبابها بعد ما تجيب التليفون ديالي ما بقاش يشوفون الناس اللي على برا ما بقاش يشوفون. زوين كما قلت لكم اخوتي، يعني انت كي جات الدخله زوينه بزاف شتيها، جات كتحمق تسد لها هذيك البلاصه الخاميه ديالها من برا ومن الداخل، ما كيبقاش يبان حيت كان ديال الجاج وصايبو وصحو مزيان وصبغ هاد البلاصه صبغ هادشي كله كما قلت لكم، ودار بابير قد الحاله. واخا راه باقا شويه الدنيا مرونه باقا سيري صبغ اليوم اليوم عاده باش غادي نجمع انا وياه الدنيا، غادي نصيفو الدنيا وغادي نجمعو كلشي، لان صافي كمل الصباغه كما تشوفوا الدنيا كامله رضها بيضاء كامله صبغها، ولكن خاصنا نجفو الدنيا وننقيو الدنيا.
كما قلت لكم اخوتي بزاف ديال البنات كيتلاقاو بها كيقولوا لها حنا لا البيرو ديالنا ما دايرش لنا هذه الحاله يعني خدامين باريحيه كنمرضوا كنشدوا يعني مرضي ديالنا هي مسكينه شدت 15 يوم تاع المرض واحد المره كانت مرض عيات لا داروا معها اجتماع وما تمرضيش بزاف وتمشي للطبيب بزاف وخرجت لينا قالت لي ما نجد لكم وقت الطبيب لا ضيعتي لينا الكليان وضيعتي لينا بزاف تاع الحوايج ما خاصكيش تمرضي بزاف وخاصك تنقصي السؤال تعلي تعلي سيني كونطرا راه خليتها اليوم عيطت عليا جاهله حال تاع حاله قالت لي راه عيطوا لي وقالوا لي تعلي سيني معنا كونطرا باش نقصوا لك السوايع ما تبقايش انت ما ديتيش على السوايع كاملين عامين وهي خدامه معاهم الاطاك 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 عمرها ما خسرتهم وجابت لهم كليانات بزاف وهكا كل وكانت تخدم مسكينه ديما 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 ملي عيات مشات تدوز على الكوار ديالها لا ما تمرضيش بزاف واش هادشي خوتي نصحوها بالنصيحه ديالكم واش هادشي فري واش هادشي معقول ولا ماشي معقول قلت لها ما تسينيش معاهم ما تسينيش معاهم باش ينقصوا لها السوايع باش ما تبقاش تسريال تولي غادي يجي على والو حيت مشات دارت حيت مشات تدوز على يعني حنا مرضات لينا الغده الدرقيه باش نمشيو نديرو تحاليل ما نديروش تحاليل ما نمشيوش عند الطبيب ما نتبعوش المواعيد ديالنا حنا نبقاو غنخدمو تيهزونا من الخدمه ديريكت للروضه صافي هادي اوروبا هادي اوروبا ملي تجي لاوروبا حس دير خدم في عظم المغرب الا ما جيتيش واحد السيمانه اش نقول لك اي والله الا في المغرب لا المراه مبرعه حق سيدي ربي لا المراه مبرعه لا كان راجلها خدام خدام خدمه زوينه وعندها السكنه ديالها والله الا مبرعه ديو لها هذا المدرسه وتجيبهم وتوكلهم وتشربهم وتعقل على حمامها وتعقل على راجلها راجلها ثاني ملي يدخل يلقى مويكلة زوينه ويلقى كلشي زوين مبرعين والله العظيم لا مبرعين لا كان زعما المعدة والراجل خدام زوين اش تشوف الكيسان ديالك اللي شريت هاد الطبله ديالنا كي جات يا لالا يا لالا الطبله ديالنا جات غزاله بكيسانها ببرادها بكل شيء ليها صحه والراحه يا لالا صحه والراحه غزال داكشي هاني خواتي دخلت انتوما كاتبين فيني واحد الوقت قال لك هاد البراند تاع سميتو ديال مولينكس ديال لينوكس كاتبين فيه خاصكم تغسلوه مزيان درت فيه ازين ازين هو الخل درت فيه الخل ها هو درت فيه الخل درت فيه الماء ونخليه يطيب باش يتحيد منو داكشي تعرفوا الخر معقيم والكيسان تاعو هما راهو متفق الله مزوينات واخا راه غاليين شويه دايرين 14 اورو يعني 2800 ريال زوينين ها نتوما شوف تقول له خد هاد الطريعين تقولي لي لا فيها شي انا شوف غير اللي كان كنبارطاجي معاكم كثير نبارطاجي وقليل نبارطاجي فرحانين مع احبابنا ومع ناسنا والناس اللي كيجيو يعلقوا على اي حاجه في القناه ديالنا كاينين عندنا محبين ديالنا اللي كيحبونا على القص كبير وعلى الصغير ها هو تما درت فيهم ازين غادي نغسلهم مزيان بازين ونعمرو واحد البلاط هذاي عقول سي قالت لي دابا تعمري لي عليه اتاي هي طفات الضوضاء قالت لي دابا تعمري لي عليه اتاي انا غنغسلهم دابا ونعمر بلاصتي اتاي وهاني معاكم البنات نكرت عليها انا عقول سي ندير كيما قلت لكم واحد الفيديو قلت لكم السوسات راه تبارك الله خرجا بها وليت انا عقول سي بخير على خير شربوا اتاي تبرعوا كل شيء هو هذاك من الله وشكر الله خليكم على البنات الكوزينه عندنا كامله مصبوغه وكل شيء مهزوز وكل شيء محيد بلاصتو وكل شيء مريتل ودابا غادي نديرو عندنا واحد كويس تاع اتاي عاد قلت لعبد الرزاق قلت لعبد الرزاق صافي كمل لينا داكشي الماتيريال حيدو ليا من هنا باش نجفو الدنيا باش نجفو الدنيا وباش نرجع الماعن بلاصتو نعمرو عندنا واحد البراد تاع اتاي كما قلت لكم اللي بغى يكون المقراش راه طاب هو البنات كما قلت لكم اخواتاتي نصحوا نصحتي بالناس اللي خدامين وداكشي نصحوا نصحتي بالنصيحه ديالهم الله يحفظكم وراه قالت لي شنو قالت لي راه كانت خدامه هي عند الكليان ديالها وعيطوا لها البيرو وقالوا ليها راه غادي نقصوا لك من السويع هو يهضر معاهم هذاك الكليان هذاك اللي خدامه عنده ويقول لهم علاش بغيتوا تنقصوا لها السويع هي خدامه مزيان
ايوا نزهه قالت لهم على ما تنقصوش ليا السوايع، انا خدامه على بنتي وكنجدد لها في الوراق، جدد لها في الوراق وخصني ديما نبقى خدامه السوايع كثار باش نجدد لها كل عام. ما يمكنش نقصوا ليا السوايع ونعود نشد قليله، راه ما يقبوش يجدوا ليا البنتي الوراق. والمهم زيدون هادشي ماشي سوقهم، يعني هي دارت معاهم كونطري بقاو كونطري، حيت واحد الكليان ما عجبوش الحال صافي يسدوا عليا انا نقصوا ليا السوايع. وكاع البنات كيتلاقاو بيه كيقول لها البيرو عندكم شويه ماشي تلهيه. المهم اخوتي دابا ان شاء الله نصحوا بالنصيحه ديالكم، ولا قدرتوا تقلبوا لها على شي خديمه اللي تكون زوينه وتكون مريحه. هاد الخدمه تاع الديور صعيبه بزاف وفيها ثمر بزاف، وزيدوا نزيدينها حتى بهاد ما خاصكيش تمرضي، ما خاصكيش تمشي هكا، ما خاصكيش ديري هكا، راه بزاف بزاف راه. واش مات بنادم ما يمرضش؟ بنادم ما يمشيش للطبيب؟ بنادم ما يشوفش راسو؟ عامين عمرها ما دارت مرضي، عامين ما عمرها ما دارت مرضي. نهار اللي دارت مرضي لا انت ماشي مزيانه خسرتي لينا الكليان ديالنا. الكليان ديالكم يدبر راسه، ما بغاش يجلس يدبر المخ. شنو بغيت ندير لكم انا؟ بغيت نربطو ربطو معايا، ما نمشيش انا المرض باش نتوما الكليان ديالكم يبقى معاكم. ايوا نصفى اخوتي تنتوما، واش هادشي عادي ولا غير ناس اختي اللي حابروا عليها حتى مسكينه ما عندهاش اللغه ولا شنو هو هذا المنكر؟ ولا كانت شي خديمه زوينه نصحوها بها. الله يرحمكم الله يحفظكم. قالت لي نزهة، قالت لي عييت والمعيا ولا كيخرج كلمة عييت، قالت لي ولات خارجه ليا من قلبي للداخل، عييت بمعنى الكلمه. بارك ما دوز الجسم ديالي وبارك ما دوزت النفسيه ديالي بارك. هذا باش يزيدوا الكافيه تكون قالت لي عندي غير الحق باش نمشي نخدم اربع سوايع وصافي. وماشي زعما ما سمعوش ناس راه صافي قالوا لها راها ضيعتي لنا مثلا الكليان ولا انت درتي، يعني راها ما كتخدمش هي اللي مشات عندو تيقسق عليها. إيه الا شي وحدين يعني من اللي مرضت بغاو يبدلو ولا ما نعرف شنو، وهما يا ضروري هما يعرفوها الفلوس، يعني يعرفوها الفلوس. الكليان تيعطيهم فلوس لصقي عليه لصقي عليه. واش نتوما بحال هكا؟ واش نتوما واش هاد الخدمه في اوروبا كلها هكا؟ راني من جهر جيت انا ونزهه لاوروبا وحنا ضايعين فيها ودايخين فيها، حنا ضايعين فيها ودايخين فيها، ما عارفينش السيستيم، ما عارفينش غادي، ما عارفينش فين جايين. ربي اللي يعني صعيب حال باش تتبدلي بلاد ببلاد وباش تندمجي في ديك البلاد وتعرفي قوانينها. دير بالصح دير بالصح دير بالصح وما تخليهمش يقولبوك وما داكشي علاش الناس ملي تيجيو من برا تيديروا لهم بلجيكا كدير لهم اندماج وتقول لهم ضروري خاصكم تمشيو تقراو، حيت الا جلستي بلا قرايه وبلا اندماج راه اش نقول لك، راه اللي دازي حاط عليك اللي دازي يعطيك الركيب. وهكاك راه المهم نزال الاندماج دوزتو القرايه راه غادي فيها، ولكن راه ماشي ساهل باش انك تاخذ اللغه ديالهم كامله وباش تقدر تندمج معاهم 100%. شكون اللي غيندمج 100% الا اللي تزاد هنا اولا ولاد البلاد هما اللي غيندمجوا 100%. اما حنا كنبقاو غير غرباء على هاد البلاد وكنفهموا شي حاجه وشي حاجه ما كنفهموهاش، كنتقولوا في شي حاجه وشي حاجه راه حنا كنصنطحوا معاها. هذا ما كان اخوتي الله يحفظكم. قولوا ليها نصحوها بالنصيحه ديالكم، ما كرهتش نزها شي خديمه تكون زوينه تكون مريحه شي شويه. هذا راه فيه تمار العذاب الكحل، العذاب الكحل. وزيد هي عندها الفتق وقالت لهم راني عندي الفتق، وقالت لهم راني عندي داك الكواط راني مشيت درت التحاليل. لا ما تمشي اليوم، راه كان عندها واحد الموعد ديال الكواط مع الطبيب ديالها سبيسياليست. قلت لها واش غادي تمشي؟ قالت لي لا ما غاديش نمشي، راني عندي ضروري خاصني نمشي نخدم في العشيه. قلت لها بقاي ديها في الخدمه ودير لهم هما خاطرهم حتى تلقاي راسك، الله يحفظ فيك شي حاجه خير. ايوا الله يجيب التيسير وصافي اخوتي، الله يجيب التيسير.
البريري ديالنا وجيت هالبارك غادي نقسمو جناه توت سويت شريناه توت سويت طيبنا فيه توت سويت تا حوايجنا ما حيدنا باش تعرفوا الخواتات راه معاكم بالصفا والنيه عادي كيما كيخدموا في ديورهم كيبارطاجيو معاكم على الطبيعه صافي ما كاينش بيناتنا. ايوا خليتكم اخوتي عقوستي مسكينه راه سمعت المدن في التلفازه راه مشات كتصلي ودابا غادي نمشي نحط الصينيه ديالي نعيط لعبد الرزاق وداك الشيء وما عرفتش عبد الرزاق واش يشرب معلقاتي ولا كيبغي القهوه. المهم وعاد نوض نخدم هادشي هنايا ونوض نجفف هادشي الدنيا ونوض نجفف هاد الدنيا كامله يحيد عليك هاد الصباغه بوحدها ويحيد لي الماتريال ديك الساعه ندورو في الدنيا التسويد. خليتكم البنات على خير الله يحفظكم ويسر امركم. ما تنساوناش من لايك من بارطاج من التعاليق الزوينه ديالكم ومن التشجيعات ديالكم كما كتعرفوا الخواتات الخدامين على رؤوسهم وعلى والديهم والله الله يحبب فيكم خلق الله وشكرا لكم بزاف بزاف وبالسلامه عليكم.